موضوع الليلة عن التصوف وشنو هو. هذه الحلقة جات من تحت إصراركم، وفاش قلت إصراركم يعني كمية كبيرة منكم اللي كتصفت لي رسائل في الخاص شنو هو هذا التصوف. وباش نكون معكم صريحة، كنت مأجلة هذه الحلقة إلى أجل غير مسمى، ولكن بعد إذن من الله تيسرت لي فرمشة عين من حيث لا أدري. فما تمشوا فين وتابعوا معي الحلقة حيتاش غتكون جد مهمة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. حلقه اليوم غادي تكون من احسن الفيديوهات عندي في القناه. غادي نبغيكم تجيبوا وليداتكم جداتكم الصغير الكبير، حيت حلقه الليله جد مبسطه وكلشي غيقدر يفهمها. اجيو تجمعوا معايا، عطوني قلوبكم ويلا نسافروا فيما ساشارككم اياه الليله. فمن باب المحبة قررت باش أنني نجاوب هاد البنيتات اللي ضايعين ما بين والشرك بدعة زندقة عبادة قبور طقوس إلى ما آخره. أيضا حتى الناس اللي عندها الفضول تفهم وتكون واحد الصورة جديدة وصحيحة على هاد الموضوع، ويكون عندها واحد الباجاج على هاد الشي باش لما تكون في شي مجمع ويهضروا على هاد الموضوع يكون عندها ما يتقال وتعرف الأصل بقال الله وقال رسول الله. يعني حلقتنا اليوم ليس لهدف قتال ولا خصام أو رسائل أو أي شيء من هذا القبيل، لأن شخصيا وعدو بلا ما قلت أنا بعيدة كل البعد على هذا الأمر، ولكن من أجل أنني نتكلم في واحد الحقيقة اللي قبل ما نعيشها غنسمع عليها وكونت عليها فكرة خاطئة حيتاش كانت من طرف أشخاص خاطئين، ولكن لما شفتها وزدت فقهت فيها ولا زلت كنقرأ عليها غادي نلقى كل ما سمعته غلط في غلط وليس بما رأيته، والله شاهد على ما أقول. وهنا فين كنأكد المقولة ديال الشافعي رحمه الله لما قال كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. يلا بسم الله لنبدأ. يا ريت نكون من أهل الصوفية السنية، يا ريت يا ريت، لمقامهم ورقي أخلاقهم. والله يجعل مولانا يقبل عليا معاهم ويحشرني معاهم. شوفوا أنا غادي نمشي معاكم بشوية بشوية ونشرح لكم جميع التساؤلات بأحاديث طبعا ودلائل نصية، حيث أنا عارفة بأنه كاين واحد النسبة اللي ما عارفاش تفرق ما بين طريقة القادرية البوتشيشية اللي تابعة للتصوف السني اللي كتحتوي على الذاكرين والصالحين وحفظة القرآن والحاملين القرآن في قلوبهم، حاملين لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، وما بين المظاهر الفولكلورية والشعبوية وداكشي اللي تيدار في بعض الأماكن اللي كيتسموا بالزوايا، بحال أنهم كيديوا البقرة ويذبحوها والفرارج، وكلنا كنعرفوا بلي أنه الذبائح لغير الله فهي شرك ولا نقاش فيها، حتى لدابا حنا متفقين على هذا الأمر، وأعلم أنه أيضا بلي هاد الناس كيديروا حتى التشعويذ وكيحنيوا للرجال على بعضهم وكيلبسوهم فولار، وأكثر من هذا الرجال تيكونوا مخلطين مع النساء وقمة التخربيق. وكاين حتى عند الشيعيين التصوف ديالهم بممارسات بعيدة كل البعد على ديننا الإسلامي، للتصوف السني والمنهج المحمدي راهو بريء منها. داكشي باش كنقول لكم التصوف السني وماشي شي حاجة واحدة أخرى. أجي نشرح لكم هو الأول شنو هو التصوف السني، وركزوا معايا مزيان في الكلام. فالتصوف السني ما هو بمذهب ولا عقيدة ولا دين آخر ولا طائفة ولا بدعة ولا عبادة شيخ أو قبور أو فلسفة أو كما يقول بعض الناس. التصوف السني كمسمى لا كاسم فهو مقام الإحسان من الإسلام. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر، وما تعرفوا منه حتى شي حد، حتى غادي يجلس إلى جانب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وغادي يوضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا الرجل غادي يقول لي عاوتاني فأخبرنا عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذا الحديث سيدنا جبريل عليه السلام هو اللي سول هذه الأسئلة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث المشهور حيث كينتقل العبد من مقام الإيمان بالغيب إلى مقام شهود الغيب واللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا الأمر اللي هو المقام الثالث وأعلى مراتب الدين اللي ما كيجيش إلا بتصفية القلب وتخليصه من كثير من الأمور. فهذا المقام ديال الإحسان هو
كل ما يتعلق بالأعمال القلبية اللي هي أهم الأعمال الظاهرة. علاش؟ قال ليك لأن فساد الأولى اللي هي الإيمان إخلال بقيمة ثانية واللي هي إحسان، بمعنى كيحبس العبد عن مشاهدة مولاه ماشي بعينيه كيف ما تيقولها البعض، ولكن بقلبه، مشاهدة مولانا بقلبه. هالشي باش كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيهتم بإصلاح قلوب صحابته ومعالجتها مما قد يعتريها من أمراض اللي هما باطنية، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالتصوف السني واللي هو مقام الإحسان لأعلى مراتب الدين اهتم إذن بهذا الجانب القلبي، ورسم طريق المؤدي إلى أرقى درجات الكمال الإيماني والخلقي، اللي به كيتحقق مقام الشهود اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، وكيف قلت لكم ماشي بعينيكم كيف تقولها البعض، ولكن تراه بجوارحك في كل شيء. الله يجعلك ما تكون أنك وسط بير مظلم وغارق ومحن كتولي كتشوف ربي وسط منه، أو لا كتشوف ربي في ديك المحنة. فيكون إذن هذا المقام واللي هو التصوف السني أو للإحسان هو روح الإسلام وقلبه النابض. أجي نبسط لكم أكثر. التصوف السني اللي كيعرفوه أئمة السلف من لدى الحسن البصري إلى المشايخ ليومنا هو الانشغال بتحقق الإنسان بركن الدين الثالث وهو الإحسان اللي تكلمنا عليه. مثلا علم الفقه غادي يشتغل بأركان الإسلام الأربعة اللي قلنا: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج وما يتبع ذلك من المعاملات. أما علم التوحيد اللي تم بعد ذلك بعلم العقيدة، وكلمة العقيدة راه أصلا ما كانش في عهد الصحابة، ولكن يسمى بعلم التوحيد أو للعقيدة حيتاش استنبط من أركان الإيمان وهو الركن الثاني من ركن الدين. والتصوف هو العلم اللي اعتنى باستنباط الأحكام والأداب اللي بها كيوصل الإنسان لتحققه بالركن الثالث من أركان الدين واللي قلنا هو مقام الإحسان. إذن الإحسان اللي تسمى بالتصوف السني هو أرقى أركان الدين. دابا يمكن قدرت نفهمكم هاد المقامات بثلاثة، قلنا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. دابا أجي نتكلموا على هاد كلمة التصوف السني اللي بزاف عندهم منها حساسية، واللي غادي نشرحها لكم دابا باش نحيدوا ديك الحساسية ونخليوا بلاصة جديدة فين تدخل معلومات واحدة أخرين. منين جاء اسم التصوف؟ واش التصوف كان في أيام النبي والصحابة؟ فعند أهل العلم تيقول لك بلي أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة زعما لا مناقشة فيه ولا مماحكة فيه، سميه ما بغيتي ما دام الاسم ليس محرما. المهم شنو كاين من تحت هذا الاسم؟ تصوف شنو كاين من تحت منه؟ مثلا كلمة علم العقيدة اللي قلنا قبيلة ما كانش في عهد الرسول والصحابة، علم الأصول أيضا، علم التجويد أيضا ما كانش في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باسم التجويد، إنما كان كيتقال ليه ترتيل القرآن الكريم. علم الجرح والتعديل لم يكن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي ما عرفش الجرح والتعديل معناها هو العلم اللي كيبحث في أحوال الرواة من حيث قبول روايتهم أو لردها. فإذا باختصار كنستنتجوا باللي أنه ليست كلمة لم يكن هذا الاسم موجودا أيام الرسول أو الصحابة بحجة كافية باش أننا نبذو المسمى. يعني كلمة التصوف السني بريء مشنو كيتقال عليها، وما عندها حتى شي علاقة لا بالشيعة ولا بالشرك ولا بعبادة القبور ولا بالألوان ولا حتى بالشمع كما يقول البعض. ولكن باقي واحد السؤال، منين جاء هذا الاسم؟ قالوا بلي أنه جاء من أهل الصفة، حرف من صفي إلى صوفي، وقيل معنى ديالها المصافات، زعما صافاه الحق عز وجل وجاية من الصوف. لأنه في عهد التابعين رضي الله عنهم من بعد ما مات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة وجاءوا التابعين، فلما لقوا الناس بلي أنهم غرقوا في الدنيا أو لم شغولين بملذات التوسع من المطعم والملبس والمسكن والمركب، غادي يلجؤوا باش أنهم يقللوا من هذا الشيء كله اللي هو دنياوي، يعني بنادم ولا غرق في الدنيا. أنا ذاك في ذاك الوقت كان أرخص الثياب هو الصوف، ديك الطبقة اللي كانت لاباس عليهم كانوا كيتجنبوا أنهم يلبسوا الصوف وكيمشيوا يلبسوا الجوخ، والجوخ اللي هو نوع من الثياب اللي كان أنذاك شي حاجة اللي هي غالية، فكانوا تخليوا الصوف للفقراء المساكين. فكانوا هؤلاء الأئمة من الزهاد واللي ليحين الدنيا من مراهم صادقين في المعاملة مع الله كيلتجؤوا الأرخص الثياب زهدا في الدنيا ولو كيلبسوا الصوف، فالناس في ذاك الوقت نسبوه لهم
سموهم بالصوفية، يعني ماشي هما اللي سموا ريوسهم بهذا الاسم. صافي احنا فهمنا سبب التسميه اللي حتى هي مسكينه راه بريئه. دابا السؤال اللي غادي يجي من بعد هو واش تمت ممارسه التصوف في عهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ نعم ترارا. علاش؟ حيتاش التصوف السني كحقيقه عمليه هو الثمره ديال الصحبه اللي كان من خلالها كيربي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الصحابه، وكان كيزكيهم روحيا باش تولي القلوب ديالهم أوعية قابلة لاستقبال أنوار الحق. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان كيختالي وكيذكر الله، وافتقاره الدائم إلى الله وسمو أخلاقه ورقة أحواله وأحوال صفوة صحابته، فرهي مقام التصوف السني اللي من تحت هذا الاسم قلنا هو مقام الإحسان. هذا هو كان مقام سيدنا رسول الله والصحابة. نزيدكم، حتى إذا كانت الضرورة ما خلاتش أنذاك إلى تخصيص هذا التوجه باسم، فالسنة ديال حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا وحالا هي منهج الصوفية السنية. إذن التصوف بالمفهوم اللي شاركتكم كان هو السلوك التلقائي للصحابة رضوان الله عليهم، ببساطة حيتاش كانوا متصلين بالمنبع مباشرة واللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. داكشي باش هما ما كانوش محتاجين لينبههم، لأنه كان معاهم المنبع، كان معاهم خير خلق الله اللي كيرشدهم وكيفكرهم في ربي وفي الآخرة. بحال هذاك العربي القح اللي كان كيتكلم العربية بفصاحة بدون ما أنه يحتاج القواعد اللغة والإعراب والصرف آنذاك في عهد الحبيب، ولكن مع تقادم العهد ودخول أمم شتى للإسلام وغرقات العباد في الدنيا وانتشار الغفلة عن الله، غادي تبان هاد الفئة من الناس اللي سموهم بالصوفية، حيت ماشي هما اللي سموا روسهم وماشي هما اللي قبوا روسهم بهذا الاسم كيف قلت لكم قبيلة، باش يحافظوا على هاد الجانب الخلقي المتعلق بأفعال القلب تماما كيف بانوا علماء اللغة لتدوين النحو لما انتشر اللحن في كلام الناس، وعلماء الحديث لتدوين الحديث خشية الوضع إلى آخر. فيكون التصوف السني إذن هو جزء ما كيتجزأش من البناء الإسلامي الكلي. دابا غادي نقزوا لمرحله واحده اخرى وغادي نتكلموا على شكون هو الولي او الشيخ او العارف بالله باختصار مفيد. فالولي هو القريب من الله، هو المربي، هو الاستاذ، هو اللي سيخذ بيدك وتيقول لك ها انت وربك. الشيخ او الولي هو الذي يدلك على الله، ماشي رب والعياذ بالله كما يشاع، فالرب رب والعبد عبد. قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام على هاد الاولياء وهم قوم تحابوا في الله على غير رحم بينهم، زعما بدون ما تكون ما بيناتهم شي صله رحيم ولا اموال يتعاطونها، زعما ما بيناتهم حتى شي مصلحه دنيويه. ان وجوههم لنور وهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذه الآية ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفتوا كيفاش ربي معظمهم؟ وكيقول سيدنا عمر رضي الله عنه الولي هو الذي يزيدك النظر إليه قربا إلى الله. ويقول الشيخ سيدي عبد القادر جيلاني رضي الله عنه الولي هو ريحانة الله في الأرض يتشممه الصديقون فتصل رائحته إلى قلوبهم فيشتاقون إلى ربهم على تفاوت منازلهم. وأبو يزيد البسطامي تقول أحبب أولياء الله ليحبوك، فإن الله ينظر إلى قلوب أوليائه، فلعله أن ينظر إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لك. من عاد لي وليا أذنته بالحرب. نزيدكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. رسول الله تقول أكثر من الأخلاء الصالحين، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. والأحاديث كثيرة ومتعددة. فالأولياء يا سادة يا كرام هم عباد الله الصالحين، هم اللي سنقول عليهم في كل تشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الأولياء هم أصفياء الله وأخياره من خلقه من الأنبياء والرسل وعباده الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، ولا تخلو منهم أرض. الأولياء هم اللي تحققوا بأقوال سيدنا رسول الله وبأفعاله وأحواله الباطنية من الصدق والإخلاص والإيمان والتوكل واليقين إلى ما آخره. هذا هو الولي، هذا هو الشيخ المربي اللي عظمه مولانا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للناس اللي كيسيئوا الأدب مع أولياء الله فهذا الأمر جد خطير. غادي نفتح واحد القوسين اللي لا نقاش فيهم وغادي نقول فيهم ما قل ودل عن الطواف على القبور اللي تنسبوه للصوفيين. يا سادة يا كرام، الصوفيين السنيين اللي تابعين سنة الله ورسوله يرفضون هذه المظاهر، حيتاش ببساطة محرمة شرعا، حيتاش الطواف لغير الكعبة لا يشرع، ومن خالف فيها فهو خارج على الإسلام. وهذه راه باينه
خلينا ندوزو لتساؤل واحد اخر. كنتلاقاو في التصوف السني مجموعه من الناس اللي كيترفعوا اولا كيغوتوا اولا كيبكيو، ماشي كيرقصوا اولا كيشطحوا كيف ما نسبوا ليهم البعض. علاش وكيفاش؟ والسؤال الاهم، ما هو الحكم الشرعي في الحضره اولا العماره عند الصوفيه السنيين؟ نبداو بالتعريف. سميت الحضره بهذا الاسم لانها كيوقع فيها الحضور مع الله ببساطه، فالذاكر كيحصل ليه الحضور والخشوع ماشي بعينيه ولكن بقلبه، ان تعبد الله كانك تراه. توقع ليه هذا الامر اثناء الذكر لله او لسماع مديح رسول الله عليه الصلاه والسلام او لسماع قصائد اللي كتدل على توحيد الله ومحبته والشوق اليه. وسميت بالعماره لان بها تعمر القلوب، تعمر بحب الله والشوق اليه. كتسمى عند علماء الصوفيه بالوجد، والوجد هو ما يجده المريد او التلميذ في قلبه من المعاني والاذواق والاسرار. فلما هذا الذاكر او المريد او التلميذ كيسمع القران الكريم يتلى او لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام يقرا او لعند سماع قصائد اللي كتدل على محبه الله ورسوله او لعند رؤيه ايه من ايات الله كالكسوف او الخسوف او عند رؤيه البحر او بعض الظواهر الطبيعيه، وهذه المسائل فهي قلبيه باطنيه اللي كتعلق بمقام الإحسان. فكين من الناس الذاكرين اللي كيتفاعلوا مع هذه الظواهر، منهم من يبكي ومنهم من يخشع، منهم من تقشعر جلودهم فيصرخون أو يصعقون أو يهتزون، وهي أحوال مختلفة بحسب درجة كل ذاكر واستجابته أو تفاعله مع ذاك الذكر اللي كيذكر أو لسماع اللي كيسمع. داكشي باش لا يمكن لأحد القول باللي أنه العمارة وبهذا الشكل فهي راه غير شرعية، لأن استجابة الجوارح ذكر ما يمكنش تحبسها ولا تحدها، حيتاش كل واحد حسب طاقته في تحمل هذيك المعاني والاذواق. وبالنسبه للاشخاص اللي تيقولوا بلي انه الحضره او العماره حرام او بدعه، فلياتي بالدليل، حيتاش في الفقه اي حاجه تحرم فلا بد لها من دليل، من القران او الحديث او اقوال السلف. مولانا تعالى حرم بعض الاطعمه والمشروبات كالميته ولحم الخنزير والخمر بنص قراني، فما لا يحرم فجزاء اكله وشربه، وايضا الملبوسات فالحرير والذهب محرمان على الرجال بالنص. إذن لا يمكن لأحد أن يحرم شيئا بدون أنه يقول فيه نص قرآني أو من السنة النبوية. أجي نغرقوا في هذا الباب أكثر. إذا بغينا نجيبوا أدلة على الأحوال من القرآن ومن السنة النبوية فهي كثيرة جدا، واللي كانت كتوقع أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقعت حتى مع سيدنا موسى عليه السلام. أولا أجي نتكلموا على حال سيدنا موسى عليه السلام. كيقول الله تعالى في كتابه الحكيم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول شيء عندنا هنا هو الحال، بمعنى لما تجلى الله الجبل طور جعله دكا. سيدنا موسى غادي يطلب واحد الشيء اللي هو مستحيل، غادي يطلب باش أنه يشوف الله بعينيه، لأن المحبة ديالو فيه أغرقته في أوحالها. فشنو جاوب مولانا؟ أجابه الله تعالى: أنك لن تراني بعينيك فأنا لست محدودا حتى تراني، ولكن انظر إلى الجبل فجعله دكا أي سهل منبسط. فهذه اللحظة خر موسى أي سقط بقوة فصاعقة، بمعنى صاح وأحدث صوتا مثل الصاعقة. فهنا الخرور والسقوط غلبة وإحداث صوت قوي كيشبه صوت العاصفة. فلما أفاق ورجع للوعي ديالو قال سبحانك تبت إليك أي لن أطلبه مرة أخرى. هذا راه نبي سادة يا كرام وجه الحال. داكشي باش التجليات الإلهية اللي وقعت لسيدنا موسى عليه السلام وقعت للأنبياء وتقع للصالحين والأولياء والذاكرين إذا تجلى الله لهم بمعان وأذواق يشعرون بها دون غيرهم. ولكن المنكرين أو اللي ما جربش لا يعرفون عنها شيئا وما يقدروش يتذوقوها، حيتاش فاقدوا الشيء لا يعطيه. غادي نعاود لكم واحد القصة قصيرة، قصة حقيقية. غادي يجي واحد من المريدين أو التلاميذ لعند الشيخ محي الدين بن عربي، قال ليه راه الناس ما كيصدقوش هاد الطريق. غادي يقول ليه الشيخ بن العربي: إذا طلب منك أحد حجة لمعرفة هذا الطريق فاسأله كيفاش كتعرف بلي أنه العسل حلو المذاق، إذا قال لك راه ذقته فبالذوق كيتعرف. قل ليه كذلك التصوف السني لا تعرفه حتى تذوقه. وقيل أيضا من ذاق عرف. مثلا أنجيب واحد الفريزة قدامكم غادي نبدا كنقول لكم لذيذة حلوة ونبدا مدحالكم، غادي تخيلوها
ولكن إذا ذقتيها غادي تحس بها وغادي تعرف المذاق ديالها الحقيقي، ماشي بحال غير سمعتي بها، فهذا هو مقام الإحسان. المهم خلينا نكملوا في الأدلة على الحضرة أو الحال أو العمارة أو الوجد. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوفوا على أي قداشنا هي عندنا، أي إذا نزل القرآن على الجبل خشع أي نزل، وتصدع أي انشق من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فإذا كانت الجبال اللي كتبان لنا احنا جماد تتصدع وتخشع لله تعالى، فأين أنتم يا أصحاب الأرواح والقلوب يا بني البشر؟ ألا تخشعون؟ ألا تتصدعون كما تتصدع الجبال؟ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كل شيء واضح، فإن الطبيعة تهتز، فكيف لا يهتز الإنسان وما يغوتش وما يبكيش وما يحماقش عند ذكر الله ورسوله؟ نزيدكم، يقول الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالأرض كتهتز عند نزول الماء عليها، فكذلك قلوب الصالحين تهتز عندما ينزل عليها ماء الغيب الذي هو السر الإلهي الذي لا يعلمه إلا الله ووليه. كاين حديث واحد آخر نتاع سيدنا جعفر لما قال لي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبفتح خيبر أم بقدومك يا جعفر. الله الله، تخيل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك هذا الكلام فوجاك، غتبقى كتشوف فيه؟ أتبقى كتبتسم؟ في هذه اللحظة جعفر رضي الله عنه ما قدرش يقبض حاله أو يتمالك نفسه، فبدأ يحجل، زعما كيقفز على رجل واحدة حول النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ما أخذه من نشوة الفرح بشارة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع أنه الأدب ما يديرش هكا قدام سيدنا محمد، ولكن ديك النشوة اللي شداته في هذيك اللحظة أو للحال أو للحضرة أو للفرحة غادي تخليه أنه يتصرف بحال هكاك. أحوال النبي عليه الصلاة والسلام روية عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان عليه الصلاة والسلام لما كينزل عليه الوحي تأخذه رعدة كبيرة، فيدخل على خديجة رضي الله عنها فيقول: زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب ولفوني بها، وطلب ذلك ليسكن ما حصل له من الرعدة من شدة هول الأمر وثقله. وكان أيضا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه جبينه وجبهته تفيضان بالعرق حتى في اليوم الشديد البرد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. كما أن الصحابة رضي الله عنهم عرف عنهم أحوال كثيرة، منهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان رجلا بكاء. عن عائشة رضي الله عنها كانت قالت: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان يسمع بكاؤه من آخر الصفوف، وسمع قارئا يقرأ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، فسقط مخشيا عليه، وبقى أيام مريض كيزوره الناس. واش كتستوعبوا هذه الأحوال؟ نزيدكم، إذا رجعنا للقرآن الكريم يقول الله تعالى: إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شنو معناها؟ خاشعت. ويقول أيضا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وزيد وزيد وزيد، والأدلة كثيرة، ولكن عامة الناس ما كيعرفوش هاد الشيء. عرفتوا علاش؟ لأنهم لا يذكرون الله ذكرا كثيرا، أو لا ما كيذكروش بقلوبهم الجوارح ديالهم، كيذكروا غير بلسانهم. أصلا كيفاش غادي يعرفوا وهم لا يتفاعلون مع القرآن ولا مع الحديث؟ يا سادة يا كرام، هاد الحضرة وهاد الأحوال ماشي هي البدعة، ولكن الغفلة اللي بعدت الناس على هاد الأحوال هي البدعة، حيتاش الحال هو اللي كيدل على حياة المؤمن، وهو ليس بعبادة ولكن ثمار ديال العبادات. وباش ما تمشوش أيضا غلطين في واحد النقطة، العلماء فرقوا ما بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية. فالربانية هي اللي كتكون أسبابها شرعية كذكر الله أو لسماع القرآن أو الحديث أو كتجاوب معها إيجابيا، أما الأحوال الشيطانية كتكون أسبابها غير شرعية كسماع الرقص والأغاني إلى ما غير ذلك. ختاما، كنت سألوا علاش لا تقع للمريد أو للتلميذ هاد الأحوال حتى كيصاحب العارفين بالله أو للصالحين
الصالحين أو للأولياء ببساطة حيتاش الأحوال ديالهم ربانية، فمن صاحبهم أخذ من أحوالهم، حيتاش الصحبة هي أن تأخذ أخلاق وأحوال مصحوب. أخيرا لهذا الجزء، تمايل أو للحضرة أو للحال أو للوجد فليس بشرط لكي يدل على أنك غرق في ربي أو لراك خاشع أو خايف أو 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 تقدر تلقى واحد الذاكر فيه بركان ديال الخشوع داخليا، ولكن ظاهريا تيبان لك كأنه ما تيحس بوالو جماد. فكل واحد وكيفاش كيستقبل ذكر الله ومديح رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحال ليس بواجب، وحتى حد ما قال بلي أنه عبادة، ولكن هو واحد العادة اللي مباحة، كيف شاركت معكم وقعت قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وفي عهده، وحتى حد ما عنده الحق باش أنه يحرمها. كل واحد وكيفاش تعبر على الخشوع دياله، واللي ما عجبوش سهل ما يديرهاش، غير نحاولوا اننا ما نضخموش هذا الامر وما نركزوش عليه مادام اننا ما فهمناش، ونتهموه باللي انه كيمس بالعقيده والشريعه ولا الدين. قال الامام عبد القادر الجيلاني رحمه الله: كل حقيقه لا تشهد لها الشريعه فهي زندقة. طير إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك في يد رسول الله، اجعله وزيرك ومعلمك. أيضا عن التصوف السني يقول الإمام جنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله. علمنا هذا زعم التصوف السني مضبوط بالكتاب والسنة، ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقصد به. وابن تيمية تيقول على التصوف أيضا: الصواب أنهم يجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله. يعني هاد الناس طريقهم ديال مولانا، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ فيتوب أو لا يتوب. يعني الصوفي راه ماشي معصوم. اسمعوا هذه: وقد انتسب إليهم طوائف، انتسب إليهم، ابن تيمية يقول انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم. وزيد وزيد وزيد: فاللهم اجعل صحبتنا مع من أحببناه من العارفين دائمة مستمرة ثابتين على العهد، عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين. وكانت هذه هي حلقتنا من الجزء الأول اللي فيها كنعرض عليكم حقيقة التصوف السني اللي فاهمينها معظم الناس غلط من خلال المنشورات وفقرات تؤول على حسب مزاجهم. الله يخليكم، نحاول نفرقوا ما بين الإسلام وأفعال المسلمين، ما بين التصوف أفعال متصوفين. ماشي حيتاش شفتي واحد المسلم عصى مولانا هذا معناه هو الإسلام، أو كيمثل كل المسلمين، أو إرهابي مسلم معناه كل المسلمين إرهابيين، وماشي حيتاش شفتي واحد الصوفي في الضلال معناه تصوف ضلال. نفرق ما بين التصوف السني والمتصوف، ما بين التصوف السني والتصوف غير السني، نفرق ما بين الإسلام والمسلمين. يا سادة يا كرام، شفتوا هذا الشيء اللي تقاسمت معكم؟ ما هو إلا نقطة من بحر المعرفة ديال هذا المقام الذي لا يعرف معناه إلا من ذاقه. أنا وعدو بالله ما قلت أنا لست قدوة صالحة أبدا باش أنني نتلقب بصوفية سنية، ما كرهتش، ولكن هذا المقام كبر مني وبزاف. انا اللي مازال وحلة غير مع نفسي كل نهار اللي كتقتلني، مازال وحلة مع اذكاري باش نديرهم فوقتهم وما نفوتهمش بالليل ولا بالنهار، مازال وحلة انني ما انتقدش الخلق بيني وبين نفسي، مازال وحلة في صلاتي اللي خصها تكون متصله ولكن منفصله، مازال خدامه على الدنيا باش انني نحيدها من قلبي، ومازال ومازال ومازال. فانا فعلا أعشق صحبة الصالحين، حيتاش غير أحوالي والله شهيد على ما أقول. والدليل قدامكم، لما التحقت بمجالس الذكر لتبعين الطريقة القادرية البوتشيشية كان فعلا تأثيرهم عليا وعلى كل من صاحبهم إيجابي، وما يمكنش ما يتغيروش للأفضل. في مصاحبة الصالحين أسلم على أيديهم العشرات. نقول لكم واحد السر، هذه قبل شي 6 سنين قبل ما نعرف الطريقة القاضية بوتشيشية بإذن من الله تعالى اللي كتنتمي للتصوف السني كتذكير، ما تقولوش أنا هي أنا ديال اليوم ولله الحمد. لما كتصاحب الذاكرين كيسكن قلبك واحد المحبة ديال ربي، وواحد طمأنينة وواحد السعادة ديال مولانا، حتى شي حاجة ما كتقدر تحيدها لك. تولي كيف كتسمع الله ورسول الله كتولي كلك كتزعزع، كتولي تحس بربي معك في كل شيء، وما كتبقى كتخاف من حتى حاجة. تخيلوا، ما كنتش كنعرف حتى أركان الإسلام ولا أركان الإيمان، كنت كنسمع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كانش كيتحرك فيا ولا ساكن، حتى من صلاتي ما كنتش شاداها ديما. كنت في مقام الإيمان يا سادة يا كرام، وعمرني قريت شي سلكة، زعما
قدرت أنني نكمل قراءة 60 حزب. كنت ولكن لما تينزل إذن من الله تعالى وكتطلب منه يا ربي دلني على من يدلني عليك، ربي تيفتح لك الطريق، لقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، فاللهم اجعلنا ممن ألقيت عليهم محبتك فجعلت لهم قبولا في الأرض ومحبة في السماء. واخيرا اخيرا اخيرا كنتمنى انني نقدر نكون وضحت لكم هذا الباب وما تبقاوش عندكم فيه ديك سوء النيه وتوليو تفرقوا ما بين حلال حرام شرك وبدعه، حيت اي واحد تيقول شي حاجه كتبقى على العاتق ديالو الى يوم القيامه، فمن نظر الى الاشياء بعين التعظيم استمد منها وكان عند الله عظيما، ومن نظر الى الاشياء بعين التحقير سلبته الانوار وكان عند الله حقيرا. يقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اكيد غادي يكون جزء ثاني اللي فيه غادي نشرح لكم امور كثار على الزوايا اللي عندنا في المغرب وشنو الدور ديالها وعلاش دارت وشنو كيوقع فيها. ايضا غادي نتكلم لكم على تاريخ طريقه القادريه البوتشيشيه والاولياء ديالها وكيفاش جات. غنتكلم لكم على ائمه الصوفيين السنيين. وقبل ما غادي نمشي غادي نقول لك قل خيرا او اصمت ولا تسيء الاداب في هذا الباب، فهو باب الله ورسوله، فاذا كان عشقي وفنائي في الله ورسوله وآل بيته جريمه انا قابل انكم تقولوا عليا مجرمه ومشركه و ولكن تقلدوا بغضاء امام الله. انا دابا غادي نسالي هذا الفيديو ولكن كل واحد غادي يرجع للعالم ديالو فاش كان. بغيتك تسول راسك سؤال واحد وتلقى لي جواب مع ذاتك من غير الدبلومات والقرايه وشنو حققتي في الدنيا وداكشي كله. فين كنت مع ربي في هذا الزمان ديال الفتنه؟ قلبوا على الجواب في الداخل ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في حلقه مقبله. سلام سلام.